يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة يا رب. أنا سامع صوت كركرة ومية وشيشة، ناس قاعدة بتشيش. بقولك والنبي امور خواجة، اول بحر ده بحر اليونان ولا مرسيليك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بيني وبين السيد زينب ساعه ونص بالديجو، سبع راكب واخد الكنز واقلع بيها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. انا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايلك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد ده وجاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ يا حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله، امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش فرض الحكومه، ده بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه عملنا بقى يا عم الحاج. هو الواد ما فيش حد مالي عينه ولا ده انت اللي عامل لي فيها فضيتها قوي. ماشي يا ولد، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل اللي انت اللي انت ناور فيهم يعني؟ يا ابني يا ابني ايه يا ديار؟ ايه يا ديار ديار؟ انت متعصب يا راجل ولا ايه؟ بقول لك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ياض، يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما تزيد. انت مشكلين يا معلم سنجاري على اللبس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الرئيس سنجاري كلب. الرئيس سنجاري كلب وفضل يسحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتسمني يلا. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد. هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف اللي بالسيدة زينب. والله والله الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب.
الولد ده اللي حرق مركب ابو عصليه اول امبارح. الله يخرب بيت امي اللي جابك ورا ظهري. يبقى انا ودوك كراكول. يا عم انت ما تتكلمش خالص انت بقى. وزع ايدك يا قلق. اخبك ايدك اخبك. الله. يلا بينا على الكراكول يا رجال. ما تبعيش يا ابني انت بقى. يلا يلا يا حبيبي. امشي قدامي يا قلق. امشي قدامي. يا ابني ما انت بقى عامل ازاي؟ امشي. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم انا والمصحف انت اللي بتعمل يا عم انت. والنبي يا عم انا مش زينة والمصحف انا مش زينة زينب. ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي. الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى. الولد على حق. اهو النبي على حق. سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب وجاي غلط. في مفتاح وفي باب بخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله يا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى. يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه. انت خدت ايدي يا عم. يا جدعان مش كويس كده يا جدعان. يا ولد دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده. مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام بنظام أعصابك يا فندم أعصابك. خلاص يا غريب بنظام. احكولي ايه اللي حصل؟ الولد ده ولا حاجة ما بعملش ايه؟ ولا انت ما تغلس؟ امنع الكلام وإلا قسما بالله أهو. حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر. بنظام احكولي. الولد هو اللي حرق مركبه بعسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق والنبي يا غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيده زينب اصلا والله وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش منين والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو الدم يلا بره. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت كما كنت. لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل. لا 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 حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر اتفضل. اتفضل تعال اقعد. حاضر. استناك كتير. لا ولا 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 قوم قوم ما نهزر. اقعد. حاضر اقعد. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى. صحت الباشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله. بدنا اصل انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونازل من عند التراب. استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب الصحراء وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب الصحراء. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلت لك الباب ده وجه منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر بس هي كانت مستنقرة الظاهر في الشخصية هناك عندهم في البلد من كده فبس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. يا غريب غريب تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه
والولد ده بريء. شفت بقى؟ انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدام. على النعمة ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثة انا ما اسمع الكلمة دي الا من سعادتك بقى. ايه الرأي بقى؟ عليا الطلاق بنت ثلاثة، ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني. حبيبي حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك. مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. ربك يا حمادي علولي. ادعيلي. ربنا ياخدك.